مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. انا امبارح عملت بث مباشر كان هام جدا عن قبرشية مطاي وعن الخدمة وعن كل حاجة بتحدث داخل القبرشية. في كلام كتير جدا اتكلمنا عنه في البث المباشر، ولكن الحلقة دي للتوثيق فقط علشان اوريكم بقى الصور ووريكم البيان ووريكم كل حاجة علشان تشوفوها بعينيكم. وفي كوارث، يعني أنا كنت مستاء جدا ومصدومة في حالة حزن شديد جدا إزاي يحدث هذا الكلام. أولا إحنا قلنا مبارح إن المطرانية الوحيدة أو القبرشية الوحيدة اللي ما فيش فيها وكيل مطرانية ولا فيها سكرتير للمطرانية ولا في صفحة رسمية خاصة بالقبرشية بتنزل بقى فيها اللقاءات والاجتماعات وكل حاجة خاصة بالقبرشية مطاي ككل، ما فيش. لكن البيان بتاع مجمع الكهنة نزل في صفحة مجهولة تم إنشائها يعني أكتر من أسبوع بشوية. تعالوا نشوف الصفحة دي بتقول إيه، وتعالوا نشوف البيان اللي كان مكتوب في الصفحة. الصفحة كان اسمها الأنبا جورجيوس رجل الصلاة، دي صفحة يا جماعة. تعالوا نعمل كده حولة اهي، ننزل تحت كده اهي، تاريخ إنشاء الصفحة 11 يوليو. 11 يوليو، احنا النهاردة كام؟ احنا النهاردة 19 يوليو، يعني بقالها حوالي 8 ايام تحديدا. طيب تعالوا نشوف بقى البيان. طبعا الصفحة لسه يعني تم انشائها، ما فيهاش الا 2000 متابع بس. طيب تعالوا، هم منزلين بقى كل حاجة الاسقف، وبعدين هنشوف بقى البيان اهو. انا نازلة تحت اهو وهوريكم صورة والكلام اللي احنا قلناه امبارح. بصوا اهي، مش عايزة اعمل قط وهنطلع تاني فوق اهو. كاتبين هنا بيان مطرانية مطاي وتوبح 9 ابيب 1740 شهداء 16 يوليو 2024، يعني من يومين. كاتبين بقى البيان اهو يا جماعة اللي احنا قريناه في الحلقة، مش هنقوله تاني، بس اهو البيان اهو انا بوريه لكم، بس بوثقه من داخل الصفحة. وكاتبين ان سيدنا يعني بيعمل نقلة في القبرشية من تعمير ومن خدمة، وان هو بيحب الاباء الكهنة كلهم، والحاجات اللي مكتوبة على السوشيال ميديا دي كلها مغلوطة. فكان يجب عليهم يقولونا مين اللي اساء لشخص سيدنا. طبعا احنا قلنا مبارح ان احنا ضد الاساءة او الاهانة لشخص سيدنا، وهذا نرفضه تماما. البيان اهو يا جماعة موقع عليه حوالي 48 اب كاهن، دي صورة البيان، ودي الأباء الكهنة الأفاضل اللي هم وقعوا على هذا البيان. وأنا قلت سؤال بريء برضو في حلقة امبارح، هل تم الضغط على الأباء الكهنة للتوقيع؟ ده مجرد سؤال بس كده. تعالوا نشوف بقى صورهم وهم بيمضوا من داخل الصفحة يا جماعة. أنا ما جبتش حاجة من عندي، كل أب كاهن وهو ماسك القلم وقبل ما يمضي يتصور. أدي أول صورة الأب كاهن فاضل، وادي تاني صورة، بصوا المنظر عامل ازاي. يبص للكاميرا الاول قبل ما يمضي ياخد الصورة وبعدين يمضي على البيان اهو يا جماعة. اهو كله داخل يبص للصورة قبل الامضة، شايفين الصورة تتحدث عن نفسها اهو يا جماعة. دي صور الكهنة الافاضل، يعني كهنة غلابة شهادتهم كمان مجروحة يا جماعة. يعني انت بتدعم الاسقف، هو ايه اللي حصل اصلا؟ يعني ايه اللي حصل؟ اهو بصوا كل الصور اهي، انا ماشية معاكم اهو واحدة بواحدة. كل الصور اهي، بص للكاميرا الاول، كل الصور واحدة يعني ما فيهاش حتى يعني ياخد الصورة قبل ما يمضي اهو، شايفين اهو. يعني حتى شوفوا ماسكة القلم، يعني الصورة يعني مش الصورة تلقائية، لا الصورة متوضبة اهو يا جماعة. اهو دي منظر الصور اهي، انا ماشية معاكم. دي كل الاباء الكهنة الافاضل اللي مضوا على البيان. دي حاجة طبيعية، يعني مش حاجة جديدة ولا حاجة، دي حاجة طبيعية يعني. بس احنا عايزين نعرف البيان غامض، البيان غامض، البيان كان فيه ايه، البيان ايه مناسبته. يعني هما بيردوا على حاجة معينة زي ما يكون بيردوا على حاجة معينة عن التعمير وعن الخدمة في القبرشية. طيب كده انا خلصت الصور كلها، وانتوا شايفين الصور كلها نفس يعني نفس اللقطة، نفس اللقطة، ياخد الصورة قبل ما يمضي على البيان. تمام كده، انا جبت لكم كل الناس اهي تقريبا. بص الصور تتحدث عن نفسها اهي، شايفين اهو كله اهو مضى على البيان. يعني ماشي، بيقال ان في عدد برضو ما مضاش خالص على البيان،
ويعني هم حرين طبعا سواء دعم الأسقف، يعني كان يجب عليهم يقولونا ايه اللي بيحصل في الأبرشية بالظبط. طيب دي الصفحة خلصنا منها. امبارح وصل لي تعليق على البث المباشر من الاخ مين بقى، باسم ماهر، قال لي ايه بقى، ازاي المطرانية على المحارة من 2010 والمطرانية اتحرقت 2019؟ خلي بالكم، قال ايه المطرانية هي اللي اتحرقت، يا ريت تعرفي الحقائق وتتكلمي وبلاش انحياز لطرف معين واغلب المختلفين مع سيدنا عشان مصالح شخصية وكل واحد عارف نفسه وكفاية مهاترات لحد كده. طيب انا قعدت ابحث واشوف هل الكنيسة او هل المطرانية بالفعل اتحرقت 2019 ولا لا، وكانت المفاجأة لا ما اتحرقتش المطرانية، اللي اتحرق الخيمة اللي كانت قدام المطرانية عشان يطلوا فيها، الخيمة اللي اتحرقت بالكراسي وليست الكنيسة. وتعالوا نوثق الكلام ده. انا دلوقتي يا جماعة من داخل موقع وطني، كانوا كاتبين بالصور حريق يحرم مطرانية مطاي من صلوات الجمعة العظيمة وبيان المطرانية، ده كان بتاريخ 26 ابريل 2019. استيقظ اقباط مطاي شمال محافظة المنيا على فاجعة باحتراق مخيم، خليك خلي بالكم مخيم يعني خيمة بديل يقام فيها الصلوات لحين انتهاء مبنى، خلي بالكم بقى كده، لحين انتهاء ايه، بناء مبنى المطرانية الذي أزيل تمهيدا لإعادة بنائه، واخدين بالكم؟ وبينما أتى الحريق على محتويات وتجهيزات المخيم اللي هي الخيمة بالكامل، لم تشر أي جهة رسمية أو كنيسة لسبب الحريق بسبب قاطع، مع تلميح لاحتمالية أن يكون سبب ماس إيه؟ كهربائي. شكل الخيمة يا جماعة مش المطرانية نفسها اللي هي إيه اتحرقت، خلي بالكم. ونشرت مطرانية مطاي بيان نظرا لظروف هدم الكنيسة، خلي بالكم ان هم بيعترفوا انهم في كنيسة كانت موجودة واتهدمت، هنعرف بقى ليه تم هدم الكنيسة. تعالوا نشوف بقى ايه الكنيسة اللي تم هدمها وشكلها كان عامل ايه. مش انا اللي بقول ده، انا شفت تعليقات بالصدفة من 5 سنوات، يعني من 2019، والصفحة دي كانت مهتمية طبعا بالشأن الكنسي، صفحة عظمة زرقاء تاريخ الأقباط، صفحة مشهورة جدا على الفيسبوك وبتكتب حقائق. كانوا كاتبين حريق مطرانية مطاي احترقت خيمة الصلاة المقامة على أرض كنيسة ماري جرجس التي هي مطرانية مركز مطاي بالمنيا، الحريق قضى على الخيمة وكل ما فيها من كراسي ومعدات. فأنا بتساءل الأستاذ باسم ماهر اللي داخل يقول لي المطرانية اتحرقت، عفوا الخيمة هي اللي اتحرقت والمطرانية ما حصلهاش حاجة يا أستاذ باسم، وعيب تضلل الرأي العام، عيب. تعالوا نشوف بقى تعليقات الناس. أنا بصراحة يعني اتصدمت لما عرفت الكلام ده. واحد اسمه جان يوسف كان بيقول دي صورة الكنيسة اللي اتهدمت من سنة في مطاي اللي سيدنا جاب لها أمر إزالة. ياه، سيدنا جاب للكنيسة أمر إزالة عشان يهدمها ليه بقى؟ عشان يكبر الكنيسة. طب يا سيدنا مش الأول توفر مكان للناس تصلي فيه، مع العلم أنه كان في مساحة أرض كبيرة جدا يمكن بناء كاتدرائية مش كنيسة، بس للأسف سيدنا صمم على هدم الكنيسة دي، مع العلم هو يعلم جيدا أن الكنيسة دي الوحيدة في مطاي ولا تعليق. ياه، صمم على هدم الكنيسة. تعالوا نشوف شكل الكنيسة يا جماعة، دي شكل المبنى الكنيسة من بره، شوفوا الكنيسة كانت شكلها عامل ازاي، كبيرة وكنيسة جميلة. تخيلوا مبنى كنيسة يتم هدمه، يعني برضو في مذابح برضو تصلى عليها جوه، وكنيسة جميلة جدا. بصوا انا هوريكم الكنيسة كمان شكلها من جوه عامل ازاي، دي الكنيسة من بره، بصوا بقى من جوه عاملة ازاي، دي اهي من جوه، ده شكل تاني اهو من جوه، اهي المذبح اهو، شايفين الجدران، شايفين المكان اثري، مكان جميل جدا. بصوا الكنيسة عاملة ازاي، دي تم هدمها بالكامل يا جماعة. ليه بقى السبب؟ هنعرف السبب ليه دلوقتي، ليه نيافة الانبا جورجيوس هدم هذه الكنيسة. تعالوا نعرف بقى ليه، دي شكل الكنيسة وده شكل الهيكل، بصوا الكنيسة عاملة ازاي، جميلة جدا جدا جدا، بصوا اعمدة بتاعت الكنيسة والمنظر والشكل. هكبر اهو شوية كمان صورة البابا كرولوس اهي، اهي دي شكل الكنيسة من جوه، شايفين الشكل عامل ازاي. تعالوا نعرف بقى ايه هي الاسباب الحقيقية لهدم هذه الكنيسة، المفاجأة والفاجعة الكبرى والكارثة الاكبر. القصة باختصار ان في واحد اتبرع بالكنيسة وصاحب الارض او صاحب المكان قال انا وصيتي
ان انا لازم ادفن في هذه الكنيسة. طبعا كان في مطران قبل نيافة الانبا جوارجيوس اللي هو نيافة الانبا اثناسيوس، وكان موافق على هذا. يعني ايه المشكلة لما واحد يتبرع ببناء كنيسة ويكون جسده مدفون تحت الكنيسة؟ ايه المشكلة؟ طبعا انت عندكم هو كنيسة البطرسية، ما بطرس كل عائلة بطرس غالي بيحطوها في كنيسة البطرسية هناك، ايه المشكلة بيدفنوا في الكنيسة؟ ايه المشكلة يا جماعة؟ ما هو مدام ما تبرع بالكنيسة. فنيافة الانبا جوارجيوس صمم ان هو يطلع الجثمان اللي هو مدفون تحت الكنيسة. يا جماعة معقولة الكلام ده؟ ده هو متبرع بالأرض ومتبرع بالمكان ومتبرع بالكنيسة. طب أنا أنبش القبور ليه وأعمل الحتة دي ليه؟ فكانت حاجة صعبة جدا. وتعالوا نشوف الناس كانت بتقول إيه من 5 سنين. الواقعة دي يا جماعة الناس كلها عارفاها في البلد، يعني مش سر ولا حاجة، الناس كلها عارفاها. كاتب إيه بقى؟ حضراتكم الناس أصحاب الأرض والكنيسة القديمة اللي حضراتكم بتتكلموا عليها وجدهم مدفون في الكنيسة، وسيدنا عارف الكلام ده كويس، وهو اللي جاب أمر هدم للكنيسة بسبب خلافات شخصية مع العائلة التي تمتلك أرض الكنيسة. العائلة دي مش عاوزة حاجة من الأرض، بس مش عاوزين إن التاريخ يتمحى. وللأسف أسقف مطاي عاوز يمحي التاريخ بسبب خلافات شخصية مع أحد أفراد العائلة. ياريت الناس تفهم الحقيقة قبل ما تتهم الناس. على فكرة أنا مش من هذه العائلة، مع إني كنت أتشرف لو أنا أن أنتمي لهذه العائلة. هو بيقول حاجة مهمة جدا جدا، ان سيدنا عمل امر ازالة، جاب لي الكنيسة امر ازالة عشان يهدها. يا جماعة شوفوا الكنيسة كانت عاملة ايه، دي كارثة، دي وحدها كارثة. واحنا بنبني ولا بنهدم؟ واحنا بنبني ولا بنهدم؟ طيب في تعليق اخر من الاستاذ مينا سمير، كان كاتب مشاكل مطرانية مطاي مع الورثة سببها الانبا جوارجيوس، لانها كانت وصية المتبرع بالارض انه يدفن فيها، وبالفعل دفن. وعندما تم هدم المطرانية لتجديدها طلب الانبا جوارجيوس من الورثة بنقل عظام صاحب الارض سابقا لمكان خارج المطرانية. يعني هو صمم ان هو يطلع عظام صاحب الارض لمكان خارج المطرانية. ياه، ومن هنا بدأت المشكلة، والورثة يطالبون بالارض او عدم نقل عظام جدهم. طبعا هم مش عايزين، يعني ايه طلعوا يا جماعة العظام؟ يعني دي حاجة برضو ولا في الخيال اللي بيحصل ده. طب ما تسيب اللي كيس تتبني، ايه المشكلة؟ لحد الان بقى المطرانية ليه على المحارة؟ علشان يافت الانبا جوارجيوس مصمم ان هو يشيل الجسد بتاع الراجل اللي تبرع بالارض. طب هو عايز يسيب تاريخ يعني هو متبرع بيها، دي تكريما ليه يا جماعة، يعني حاجة انا شايفاها عادية جدا، ايه المشكلة؟ ده الكنيسة البطرسية اهي. والورثة يطالبون بالارض او عدم نقل عظام جدهم. طبعا هم خلاص بقى، مادام انت مش هتاخد انت مصمم على ان انت تطلع الجثمان، هم قالوا لا احنا بقى عايزين الارض، احنا مش هنعمل لكم كيسة دي خالص، خلاص احنا مش عايزين. حسب الوصية وتم ايقاف الارض دون الوصول للحل. مفيش بقى حل، ده مصمم والتاني مصمم يقول انا هطلع الجسد، والتاني يقول خلاص مادام انت عايز تطلعه خلاص انا هاخد الارض بتاعتش، احنا عايزين الجسد يتدفن هنا في الكنيسة. والانبا جوارجيوس مصمم ان هو يطلع الجسد. طيب علشان نعرف برضو تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، انا دلوقتي من داخل صفحة الاستاذ اسحاق ابراهيم، وهو باحث كبير جدا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كان كاتب بتاريخ ايه بقى؟ 28 يوليو 2018. كان كاتب واقعة عن نيافة الانبا جوارجيوس عمل ايه عشان يهدم الكنيسة. كتب ايه بقى؟ تحريض الانبا جوارجيوس اسقف مطاي المنيا لهدم ونبش مدفن مرقس جرجس بكنيسه ماري جرجس، ملت رجال الدين وتعاملهم مع الكنائس كانها ملكيه خاصه ومؤشر لمقاومتهم. وجود اي دور فعال وحقيقي للنخبه القبطيه المدنيه في اداره شؤون الكنيسه. كنيسه ماري جرجس بناها مرقس جرجس عام 1928 ودفن فيها، وتم توسعها في الثمانينات عن طريق عائلته، ثم أصبحت مقر مطرانية مطاي بعد إنشائها خلال العام الماضي. أراد الأنبا جوارجيوس هدم الكنيسة وإعادة بنائها، وهو ما اعترضت عليه العائلة لما تمثله الكنيسة من تراث تاريخي ومعماري، وتم تقديم بدائل منها توسيع الكنيسة بدون هدمها، وهو ما رفضه الأسقف الذي نجح في الحصول على ترخيص بهدم وبناء الكنيسة مع الإبقاء على المدفن ودون المساس به. حرض الأسقف على هدم المدفن ياه باعتباره العقبة أمام إعادة البناء بالمخالفة الحقيقة. وأمس
اعتدى بعض الأفراد على المدفن ونبشه، وحررت الأسرة بلاغا بقسم الشرطة، خصوصا أنها لا تعرف أين وضعوا عظام الجد، وكذلك اختفاء الصليب الذي كان موجودا بالمدفن. ياه، وتضمن البلاغ اسم شخصين تم التعرف عليهما أثناء الهدم. السؤال: هل كان الأسقف سيحرض على هدم المدفن لو كان للرجل دين أو أسقف؟ يعني هو بيستغرب، ده واحد يعني تبرع ببناء الكنيسة، ايه المشكلة لما تدفن تحتها؟ يعني ايه المشكلة يا جماعة؟ طيب ده كان موقف بس الكنيسة، احنا كنا عايزين نعرف ايه التفاصيل، وده كان التفاصيل. ايه تاني قلنا في الحلقة امبارح؟ تعالوا نشوف شكل المطرانية بقى وهي على المحارة. يعني الناس بتقولي فين الصور، تعالوا اوريكم الصور النهاردة، صور المطرانية القديمة. بصوا على المحارة ازاي، بصوا دي صور المطرانية القديمة اهي، شايفين دي صور ايه المطرانية القديمة. دي صورة تانية برضو، دي صور المطرانية القديمة، شايفين المحارة عاملة ازاي، شايفين اللمض، شايفين كل حاجة، حاطين بس دكك وكراسي وكلها على المحارة يا جماعة، المبنى كله على المحارة. دي المطرانية ايه القديمة، الصور تتحدث عن نفسها كلها على المحارة. طيب دي بقى دي صورة المطرانية الجديدة اهي يا جماعة، اهي برضو على المحارة او على الطوب الاحمر اهي، انا شايفة طوب احمر قدامي. دي من 2011، دي المطرانية الجديدة يا جماعة اهي برضو. دي ده شكل ايه المطرانية، تخيلوا مطرانية على الطوب الاحمر 2011 لحد دلوقتي. يعني لو كانت اتعملت من 2011 بقى اتشطبت ما كانتش هتكلفنا كتير. دلوقتي بقى شوفوا الفرق، الاسعار عامله ازاي يا جماعه. دي قطعه الارض اللي سيدنا اشتراها، البرج اهو اللي عمله، وبرده سايبه على الطوب الاحمر ومحدش استفاد منه باي حاجه. شايفين البرج ما فيهوش اي خدمات وما فيهوش اي حاجه اهو، من 2011 والبرج واقف كده يا جماعه، البرج يتحدث عن نفسه. شوفوا كام دور اهو، ده برج برده سيدنا اشترى قطعه ارض وعمل عليها برج، والبرج ما فيهوش اي خدمات من 2011. دي صورة أخرى يا جماعة للحمامات اللي بداخل المطرانية، طبعا الصورة تتحدث عن نفسها، في إهمال كبير جدا جدا، وإحنا نتمنى إن أزمة الأبرشية تتحل على خير، وإحنا عايزين نشوف الأبرشية مطاي أحسن أبرشية، وإحنا بنتكلم من أجل الصالح العام ومن أجل نهوض الأبرشية، لأن فيها مشاكل كتيرة جدا جدا. وأنا قلت امبارح إن أنا بخاطب لجنة شؤون الأبرشيات إنها تلقي نظرة في أبرشية مطاي علشان يعني تشوف المشاكل اللي هناك وتحلها، لجنة شؤون الأبرشيات بالمجمع المقدس. كده أنا خلصت حلقة النهاردة، وأنا وضحت كل حاجة بالوثائق عشان الناس تقولي ما عرفوش يشوفوا الحاجات دي في البث المباشر، أنا جبتها لكم تاني بالوثائق ووضحت بعض الأمور عشان في حاجات كتيرة جدا ما كانتش مفهومة وما كانتش معروفة. كده انا خلصت حلقه النهارده، اكتبوا لي في التعليقات اللي يدخل بقى من الطرف الاخر يرد على هذا، هل ده حدث ام لا. تحياتي واشوفكم في حاجه جديده، كان معكم نيفين جرجس.